بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين Hello my students How are you everyone? All good? الحمد لله نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي المرحلة المتوسطة لصفوف التربية الفكرية الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الأول المادة لغة إنجليزية موضوع الدرس إثراءات معكم إلهام الهويش إثراءات تعني أننا سنقوم بمراجعة جميع الدروس التي تناولناها في الفصل الدراسي الأول ابتداءً من الدرس الأول وحتى الدرس آه الخامس. Online class rules قوانين التعلم عن بعد، Our class rules is قوانين الصف هي Looking eyes ننظر جيداً بأعيننا listening ears. آذاننا تصغي إلى ما يقال quiet mouth quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع الانتباه والتركيز في الدرس helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة أحسنتم الدرس الأول lesson one greetings ماذا تعني كلمة greetings من يتذكر Hello. Goodbye. Good morning. ماذا تعني؟ Great job. تعني التحية أو إلقاء التحية. سنقوم بعرض تمرين حتى نستطيع التأكد من فهمنا لهذا الدرس. Open your book page 370. نفتح الكتب صفحة 370. Practice number one. التمرين الأول. Listen and repeat نستمع Wa و... Nurad great job for للمقطع Makta Practice one. Listen and repeat. Good morning. Good morning. Practice one. Listen and repeat. Good morning. Good morning. ماذا تعني؟ Good morning. Good morning. هل تقال في الصباح ام المساء؟ في الصباح at morning. Great job. فماذا تعني هذه التحية؟ Good morning. صباح الخير great job أحسنتم يا طلابي Now open your book page 373 صفحة 373 practice number 5 التمرين الخامس choose ماذا تعني كلمة choose نختار أحسنتم نشاهد الطفل الأول يقول good morning ماذا تعني جود مورنينج؟ صباح الخير أحسنتم ماذا سيرد الطفل الثاني؟ هل سيقول جود مورنينج أيضا؟ أم سيقول باي؟ Great job. Good morning. نختار الإجابة الأولى. Good morning. أحسنتم. Lesson 2 الدرس الثاني Numbers من يتذكر ماذا تعني كلمة Numbers Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Excellent أحسنتم Numbers تعني الأرقام أو الأعداد إجابات صحيحة تناولنا الأرقام والأعداد حتى Number In English حتى Number 12 great job. لنقرا الاعداد مره اخرى. 1 Repeat after me. 2 Excellent. Three, four, five, six, seven, eight. 4 5 9 10 11 12 excellent sa aqum bi a sari' what is this number excellent number 7 what is this number Great job. Number 12. أحسنتم ممتازين. Now let's count. ماذا تعني كلمة count؟ تعني أن نقوم بماذا؟ في بال... العد. أحسنتم. سنعد اليوم الدوائر على جسم الدودة. سنقوم بوضع الملصقات الدائرية ونقوم بالعد معا. Let's start. One. Two, great job. Three, four. Without أعلى. Five, six, seven, eight, nine. أحسنتم. 10 great job ما هو العدد الذي يلي نمبر 10 11 and 12 great job نعد مرة اخرى One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 11 12. Great job. رائعين. Now listen and repeat. Open your book page 360, صفحة 360. Practice number one. التمرين الأول. Listen and repeat. ماذا تعني كلمة listen؟ نستمع. ماذا تعني كلمة repeat؟ نردد. Great job. فلنستمع للمقطع الصوتي معاً. Listen and repeat 11 11 12, 12 Listen and repeat 11 11 12 12 Great job What is this number its number 12 what about this one number 11 excellent رائعين يا طلابي open your book page 361 صفحه 361 practice number 3 التمرين الثالث circle the correct number نضع دائره على ماذا الرقم الصحيح نعد النجوم one two bisaut five six seven بسّوت أعلى eight nine ten and eleven so where is number eleven great job أصورة let's count one two three four Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, and twelve. Excellent, great job. This is number twelve. أحسنتم. Lesson three letters. من the karma, تعني كلمة kalimat letters. Letter A, letter B, C, D. C, D. Al Ahruf. So open your book page 366 صفحة 366 Practice number 4 التمرين الرابع Write the missing letter نكتب الحرف الناقص من يتذكر ماذا تسمى السمكة باللغة الإنجليزية؟ Fish Great job أحسنتم كلمة fish تبدأ بأي حرف؟ فش ليتر إف إكس كيف نكتب لتر إف بهذا الشكل أحسنتم لتر إف هل انتهينا من هذا النشاط لسن فور ماي ستي من يتذكر ماذا تعني كلمة ستي ماي ستي إذ ريا What is your city? مدينة أحسنتم My city تعني مدينتي Open your book page 368 صفحة 368 Practice number one التمرين الأول Listen and repeat نستمع ونردد Practice one Listen and repeat Hospital Hospital police police excellent من يتذكر ماذا تعني كلمة hospital ننظر للصورة hospital مستشفى أحسنتم police مركز الشرطة رائعين يا طلابي Open your book page 370 صفحة 370 Practice number 4 التمرين الرابع match ماذا تعني كلمة match؟ نصل أحسنتم Where does the cop work؟ أين يعمل الشرطي؟ ننظر إلى الصور at the hospital or at the police at the police الشرطي يعمل في مركز الشرطة. Where does the doctor work؟ أين يعمل الطبيب؟ هل يعمل في مركز الشرطة أم يعمل في المستشفى؟ at the hospital or the police. the hospital excellent lesson 5 my house. الدرس الخامس بعنوان my house. من يتذكر ماذا تعني كلمة house تناولنا هذا الدرس الأسبوع الماضي house بيت أو منزل أحسنتم my house تعني منزلي page 372 صفحة 372 practice number 1 التمرين الأول listen and repeat نستمع ونردد practice 1 listen and repeat living room living room living room excellent ماذا تعني living room look at the picture ننظر الى الصوره ماذا تعني كلمه living room غرفه الجلوس او الصاله جميع اجاباتكم صحيحه ورائعه يا طلابي now page 374 صفحة 374 practice number 4 التمرين الرابع circle the living room نضع دائرة على ماذا؟ غرفة الصالة أو غرفة المعيشة أحسنتم where is the living room? where is the living room? excellent أحسنتم this is the living room رائعين يا طلابي Recommendations أو التوصيات do your homework ماذا سيكون واجبنا في درس المراجعة؟ أن نقوم بإعادة المراجعة لجميع ما تناولناه في هذه الحصة جميع الدروس الماضية الخمس دروس ونتأكد من فهمنا لهذه المادة practice نتدرب على ماذا؟ نطق الكلمات التي تناولناها في هذا الفصل على ماذا أيضاً كتابة letter F العد حتى number 12 تسمية مثلاً غرفة الجلوس باسمها باللغة الإنجليزية مثل living room وتسمية الأماكن في المدينة باللغة الإنجليزية مثل ماذا؟ hospital and police great job keep listening to an English language نستمر في الاستماع إلى اللغة الإنجليزية حتى تزداد عدد المفردات لدينا وتصبح هذه اللغة أكثر سهولة. درس اليوم كان مراجعة حول جميع الدروس التي تناولناها في الفصل الدراسي الأول وكل عام وأنتم بخير.